بنرحب بحضراتكم جميعا من أيقونة العاصمة الإدارية الجديدة وهي منطقة السي بي دي، مشروع المنطقة المركزية. ثلاث أبراج من أصل 20 برج باستخدامات متنوعة بيتم تنفيذها بهذا المشروع الأول من نوعه في مصر. هذه المنطقة والتي من المقرر أن تصبح واحدة من أكثر المناطق شهرة على المستويين، المستوى المحلي والمستوى العالمي، حيث تقدم تصميما معماريا على مستوى عالمي فريد، وتحتضن المنطقة روح الاستدامة التي ولدت من تاريخ مصر العريق وتقلدها في الابتكار والاعتماد على الذات. هذا المشروع علامة مميزة للصداقة المصرية الصينية، حيث تشارك المهندسون والعمال المصريون جنبا إلى جنب مع المهندسين والعمال الصينيين ليشيدوا هذه المنطقة المعمارية الفريدة المتميزة. منطقة الأعمال المركزية بيتم تنفيذها على مساحة حوالي 170 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المنفذة هي الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية سيسك، وهي من أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم، والاستشاري المصمم والمشرف على تنفيذ المشروع شركة دار الهندسة. السادة الحضور، النهاردة بنحتفل مع حضراتكم باستلام ثلاث أبراج C3, C4 وC11. البرج الأول C3 هو بارتفاع تقريبا 80 متر، C4 بارتفاع حوالي 174 متر، البرج الثالث وهو C11 بارتفاع 142 متر.